هنا سنجار، سفوحها وقراها الجبلية الوادعة الآن هذه شهدت كتاب التاريخ فضائع التطرف العنيف بالدم والأحزان. يعيد هؤلاء اليوم بناء ما خربه الإرهاب من بيوت ودور عبادة كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رغدها من كل مكان. بالنسبة إلى المزار اللي احنا واقفين يمه، هو مزار ملكي ميران. ملكي ميران فجروا داعش كحال وحال باقي المزارات الإيزيدية اللي طالها. حاليا حركة إعمار من الإيزيدية نفسهم، الناس ذولي يشتغلون كلها يعني طوعي، ماكو أجر للشغل، وأيضا البناء يكون طوعي. يأمل هؤلاء بتوثيق قصة معاناة الشعب الأزيدي مع الإرهاب ألا ينسى أبدا هول ما مرت به هذه القرى. ولكن ماذا عن الطفلة داليا ومعاناة 3 سنوات من السبي والاغتصاب المستمر والتي عجز لسانها عن الإحاطة بها؟ ألقي القبض علينا ونحن في البيت بقرية داغوري. نقلنا بسلاح موجه إلى رأس والدي. والدي قال بأنه سيحضر أمي لكنهم أوقفوه. لا يمكنني قول أكثر من ذلك. أما سوزان فقد استطاعت بما تبقى لديها من قوة أن تخرج من قلبها وعقلها ذاكرة ما عانته من فظائع بسبب الإرهاب. وضعنا يعني زين شوية بس لسه يعني بيخوف وحالات نفسية أقوى بيهم لسه يعني بعد أفكارهم يعني بيه. منذ 10 سنوات تعيش سنجار على الجرح النازف قاعدة وداعش، ولكن قصص الفتيات الإيزيديات القادمات من جحيم الدولة الإسلامية تبقى الأكثر بشاعة في كتاب رعب لا تلوح بوادر نهايته.